ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. سلاح الميليشيات الذي ينتشر في المدن العراقية والذي بات في مرمى طيران الاحتلال الصهيوني، وهذا السلاح بالطبع تم شراؤه بملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي، يبقى في المخازن، مخازن هذه الأسلحة حتى يقصف بهذه السهولة. هل ثم التعقيب على هذا الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التصرفات التي يقوم بها أفراد عصابات الحشد الشعبي تعبر عن أوضح نموذج للاستهتار بأرواح المواطنين وبأموال بالمال العام وبالممتلكات العامة. مثل هذه الأسلحة يفترض أن تكون في مذاخر ومستودعات سلاح محمية بشكل جيد ومحصنة بشكل جيد وبعيدة عن يعني التجمعات السكنية للمواطنين في المدن العراقية، لكن هذه العصابات التي لا تعرف من أصول العمل العسكري شيئا وليست لديها أي خبرة ولا أي احترام ل يعني المواطنة والمواطنين، فبالتالي تتصرف بهذا الشكل استهتارا بحقوق العراقيين وبممتلكاتهم. طيب، يعني قبل أن أنطلق إلى السؤال التالي، هل أنت مع وجود سلاح لدى هذه الميليشيات، ولكن المشكلة أين يخزن هذا السلاح؟ لا طبعا أنا ضد وجود هذه الميليشيات بشكل كامل. نعم. لكن من الضروري التأكيد على أنه لا يوجد هناك فرق أساسا بين الميليشيات وبين السلطات الأمنية والقوى الأمنية والعسكرية، لأنها هي بالأصل حاصل جمع هذه الميليشيات. نعم. بالنسبة للقصف والغارات التي استهدفت مقرات الحشد ل13 مرة تقريبا، هل لهذا الاستهداف ما بعده، بمعنى أن هذا قد يكون فتح شهية الكيان الصهيوني على مزيد من الغارات في المستقبل القريب؟ حتى الآن ما جرى ويجري هو محاولة لقصقصة أظافر هذه العصابات الإرهابية التي تغولت وتوسعت لتشمل سيطرتها كل مناحي الحياة في العراق. لحد الآن لا يوجد عمل جدي كبير لإيقاف هذه العصابات وإنهائها بشكل حقيقي، وكل الذي يجري كما قلنا هي يعني ضربات محدودة جدا سواء في تأثيرها أو في معانيها، لكن ينتظر أن تكون هناك إجراءات كما تدعي الولايات المتحدة أنها تعمل بالضبط من إيران وتحاول إنهاء دورها ودور ميليشياتها في العراق. يجب أن تقوم أو بسلسلة من الأعمال التي تؤكد هذه المزاعم التي تزعم بها الولايات المتحدة، وهذه يعني الإجراءات الأمريكية يفترض أن تطال كل السلطات ابتداء من مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان والمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية، لأن كل هذه الصعد هناك تغول إيراني وميليشياوي واضح في هذه المجالات كافة. ومن ضمن ذلك قد يكون ما تحدث به زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو ألاء الولاء عندما قال أن الميليشيا تنوي الحصول على منظومة دفاعية إيرانية لكي ترد على غارات إسرائيل وغيرها. إلى أي مدى يساهم ذلك في لبننة الوضع في العراق؟ أولا هو اسمه أو الكنية التي يتكنى بها هو أبو ألاء الولائي، الولائي بمعنى التابع لخط ولاية الفقيه في المشروع الفارسي الإرهابي العنصري التوسعي الطائفي، وبالتالي هو جزء من هذا المشروع ويخدم كل ما يعني يحقق مصالح هذا المشروع الفارسي ومشروع ولاية الفقيه ويدافع عنها بشكل كامل، وليس لما للعراق ولا لشعبه ومصالحه العليا وأمنه واستقراره أي حصة في لا في سلوك ولا في تفكير
هذه الكائنات المتوحشة التي تسيطر على العراق. نعم، ما الموقف الأمريكي المتوقع جراء هذه التطورات، ولا سيما أنه تحدث أيضا عن أن الأمريكان الموجودين في العراق سيكونوا رهائن، بمثابة رهائن إذا اندلعت الحرب؟ يعني هذه الادعاءات التي ادعاها الميليشياوي أبو آلاء الولائي ومن قبله بعض زعماء العصابات الميليشياوية الإرهابية، الجميع يعرف أنها ليس لها دور حقيقي أو صدى في أرض الواقع. ربما تكون هناك بعض الهجمات البسيطة التي تستهدف بعض المقرات الأمريكية، لكن لن يكون هناك عمل جدي يعني مؤثر ضد الولايات المتحدة ومصالحها ومقراتها في العراق. الولايات المتحدة تعرف ذلك، وإيران تعرف ذلك، وهذه المخالب القذرة التي تستخدمها يعني الحكومة الإيرانية ضمن مشروعها في العراق يعرفون، الجميع يعرف ذلك. أشكرك جزيلا السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا من اسطنبول.